يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل أسماء الله الحسنى مرتبة ترتيبا معينا كما نراها في بعض اللوحات المكتوبة، أم أن ليس لها ترتيب، حيث إنني قد أحفظها على ترتيب الحروف الهجائية وليس على الترتيب المكتوب في بعض اللوحات؟ أسماء الله جل وعلا لم يرد في إحصائها دليل، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، تؤخذ من القرآن، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين ذكروها إنما هو اجتهاد منهم حسب ما عرفوه من الكتاب والسنة، ليس هذا على سبيل الحصر أو التخصيص. وما ذكر في آخر الحديث الذي رواه الترمذي هذا مدرج، ليس من أصل الحديث، هذا يقولون مدرج وليس هو من أصل الحديث، ولا الذي يكتب في اللوحات أو في الأوراق، هذا إنما هو اجتهاد من الكاتب لتتبع ما ورد في القرآن من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.